وكأن المآسي لا تنتهي إما بالصمت أو بالإهمال. فمن الطفل إيلان هذا الطفل البريء إلى الطفلة جنة الله ابنة العشر سنوات أصغر لاعبة جمباز في مصر، الطفلة التي حلمت برفع علم بلادها عاليا لكن روحها سبقتها وارتفعت إلى بريئها. جنة التي أوجعت قلوب المصريين ووضعتهم أمام مواجهة حقيقية مع ضمائرهم ومسؤولياتهم وأمام صرخة في وجه المسؤولين عن الإهمال الطبي في مصر. إلى متى ستبقى الأرواح تزهق نتيجة الإهمال الطبي؟ ألم يحن الموعد بعد لإيقاف هذه الكوارث؟ جنة التي إن شاء الله تذهب إلى الجنة بعيدا عن هذا العبث، راحت ضحية الإهمال الطبي بعد تعرضها لحادث سير فلم تنقذها لا المستشفى الحكومي ولا الخاص، وكانت الوفاة بسبب التلوث عندما وجدوا داخل فمها ديدان بعد عدة أيام من دخولها المستشفى، فضلا عن أن والدتها ذكرت وجود صراصير وحشرات داخل غرفة العناية المركزة. جنة ماتت بالإهمال، وبدلا من أن يموت الإهمال يموت الأبرياء في مستشفيات مصر. حسبي الله ونعم الوكيل. جنة الله طفلة لم تتجاوز العشر سنوات من عمرها، ملأت حياة والديها بالفرح والسعادة والتفوق الدراسي والرياضي، فكانت بطلة مصر في الجمباز. لكن الإهمال الطبي في مصر حولها إلى جثة هامدة، وانقلبت حياة أهلها إلى جحيم. جنة الله ياسر تعرضت لحادث سير حيث صدمها ميكروباص يقوده سائق متهور أمام نادي الغابة بمصر الجديدة، وأراد والدها أن تحصل على أفضل علاج فنقل ابنته جنة إلى مستشفى خاص شهير بحي الدقي، لكن الإهمال في المستشفى الخاص كان سبباً رئيساً في أن تفقد الطفلة حياتها. حالتها لم تكن بالخطورة التي تؤدي عادة إلى الموت، وخضعت للعلاج بغرفة العناية المركزة، إلا أن الإهمال وغياب النظافة والتعقيم تسبب في وضع ذبابة لثلاث يرقات داخل فمها دون أن يعلم المسؤولون عن النظافة والتعقيم بالمستشفى بهذا الأمر. أدى هذا الإهمال الجثيم إلى وفاة الطفلة التي كانت تحلم بأن ترفع علم مصر في البطولات الدولية. جنة الله لن تكون الحالة الأخيرة التي تفقد حياتها بسبب الإهمال الطبي، ولكنها ناقوس خطر يذكر أصحاب الضمائر الحية بالجحيم الذي يعيشه ضحايا الإهمال في مصر.